السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني وشرفني إن أنا أقدم أستاذي الفاضل البشمهندس بيهس، وهو مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة كروس أوفر للإستشارات الهندسية من أكتوبر 2017، ومدرب معتمد لشهادات المدير مشروعات محترف بي إم بي في البي إم أي معهد إدارة المشروعات منذ عام 2009، وكان شغل منصب مخطط استراتيجي أول في جامعة المملكة في البحرين عام 2016 و2017، وشريك اقاليمي في شركه كاستر كابيتال 2015 2016، ورئيس تنفيذي لشركه بريدج للتدريب والاستشارات الاداريه التي قام تاسيسها بين 2009 و2012، كما عمل مساعدا لتكنولوجيا المعلومات في شركه كوشان القابضه بين 2005 و2006، ومديرا للمشروع في الهيئه الملكيه للجبيل ينبع بين 2003 و2005، ومدير لمشروع برنامج تدريب تعاوني في الخطوط الجوية العربية السعودية بين 2001 و2003، ومهندسا للنظم. حاز على عدة شهادات، وهي مدير مشروعات محترف بي ام بي 2006، ومراجعة وتدقيق نظم الجودة الكيو ام اس ليد اديتور، وإدارة المحافظ البي اف ام بي، وإدارة المخاطر الاحترافية البي ام اي ار ام بي، وإدارة المشروعات الرشيقة البي ام اي اي سي بي من معهد إدارة المشروعات البي ام اي، بالاضافه لشهاده كل من مهندس نظم معتمد ام سي اس اي، ومدرب معتمد ام سي تي، ومحترف معتمد ام سي بي عام 2000 من شركه مايكروسوفت، وحصل على بكالوريوس في الهندسه الكهربائيه عام 2000 من جامعه دمشق. هو من اكثر الناس اللي شرحوا في اداره المشاريع والاداره الرشيقه، وصراحه انا متابعه من زمان على اليوتيوب والتويتر، فيعني ما شاء الله شرح قوي جدا ومنبسط جدا ان شاء الله. حضرتك جاهز يا استاذنا؟ استاذ باهس حضرتك اي نعم اي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جميعا، حياكم الله. انا جاهز يا استاذنا. تفضل يا استاذنا. الله يكرمك استاذنا، جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا ايها الاخوه والاخوات، واسعد الله اوقاتكم كل خير، وجمعة مباركة على الجميع، يعني يوم طيب إن شاء الله، وساعات طيبة للاستفادة، وخاصة يعني قبل الغروب، ف يعني على الأقل نكسب منكم كم دعوة. حياكم الله جميعا، إذا مرحبا بكم، وشاكر كثيرا لأخي والأستاذ عمر المعروف بمبادراته الجميلة، ويعني أنا أيضا متابع له من فترة طويلة، وما شاء الله يعني أنصح الجميع طبعا بمتابعته ومتابعة بيم أريبيا، مواضيع يعني مثيرة للاهتمام، وإن كانت حقيقة يعني بعيدة نوعا ما عن تخصصي، الباك جراوند تبعي هي بشكل أساسي آي تي، وهذا طبعا يعني كان أيام العمل الأولى، بعد ذلك انتقلت للعمل الاستشاري وإدارة المشاريع. لكن على العموم يسعدني بالتأكيد يعني دائما أني أرى مهندسين فاعلين، و ليس مهندسين فقط، يعني من جميع الصناعات والقطاعات، أشخاص فاعلين في الوطن العربي وجميع بلدان الوطن العربي. هذا الشيء يسعدني حقيقة، يعني أظن أن اليوم يعني بيننا أصدقاء وزملاء من ربما يعني معظم الدول في الوطن العربي، فكويس الحمد لله أنه في شيء يجمعنا في الآخر، يعني لو اجتمعنا افتراضيا بمحاضرات بسيطة بمحاضرات جميلة، ولعلها تكون مفيدة يعني للجميع إن شاء الله. طبعا أنا يعني لن أزيد على أخي عمر بالنسبة للتعريف، أخوكم بيهس السوادي، مقيم في البحرين، مؤسس ومدير شركة كروس أوفر الاستشارات، الاستشارات تتعلق بإدارة الأعمال تحديدا. وكما تعلمون يعني وكما وصلتكم الدعوة، اليوم إن شاء الله نريد أن نتكلم قليلا عن إدارة المشاريع الرشيقة. و أظن يعني معظمكم ربما لاحظ أنه ابتدأ هذا الاسم يعني ينتشر، خاصة خلال السنتين يعني الماضيتين، يعني بدأت الناس تتكلم كثيرا على الإدارة الرشيقة الأجايل، حتى كنا يعني في الأول مش عارفين يعني نتفق على ترجمة موحدة، فمنهم من ترجمها بالمرنة، ومنهم من ترجمها بالرشيقة، ومنهم يمكن طلع له بترجمة ثالثة. المهم، وهذه عادتنا طبعا كأشخاص يعني ناطقين باللغة العربية، دائما عندنا مشكلة في الوصول إلى مصطلح يعني موحد يجمع الجميع. لكن على العموم يعني أنا أرى أن الرشاقة هي المصطلح ربما الأكثر مناسبة لهذه الكلمة،
لأن الرشاقة تعني القدرة على تغيير الاتجاهات بسرعة، بينما المرونة تعني القدرة على الاستجابة للضغط ثم العودة إلى الوضع الأساسي. فالمرونة هي استيعاب ضغط وعودة إلى الوضع الرئيسي أو الوضع الأساسي، بينما الرشاقة تعني القدرة على تغيير الاتجاهات بشكل سريع جدا. وما كما يعني سوف ترون بعد قليل، الإدارة الرشيقة تعنى أكثر بتغيير الاتجاهات، يعني بملاحقة العميل حقيقة، أو ملاحقة الفاليو، القيمة التي يبحث عنها العميل. ولذلك لا مانع عندنا أبدا أن نغير اتجاهنا 180 درجة في سبيل أن يعني نحقق هذه الفاليو، هذه القيمة التي يبحث عنها العميل. نبدأ إذن بعون الله تعالى، ومرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بمن انضم إلينا حديثا. وبالنسبة للأسئلة سوف يعني أظن بإمكانكم أن تكتبوا الأسئلة على الشات قسم المحادثة، وأستطيع يعني أن أتابع أسئلتكم وإن شاء الله أجيب عنها يعني في الوقت المناسب. فكل الأسئلة التي لديكم بإمكانكم أن تكتبوها على المحادثة، وإن شاء الله نستطيع أن نجيب عنها ضمن طبعا إن شاء الله ما نستطيع وضمن هذا الوقت المخصص. طبعا هذه المقدمة يعني فقط بالمناسبة يعني مأخوذة من كورس كامل في الإدارة الرشيقة، وهذا الكورس يحضر الحاضرين أو من يرغب بحضوره لشهادة اسمها PMI ACP Agile Certified Practitioner، أي ممارس الإدارة الرشيقة. هي أحد الشهادات اللي يقدمها معهد إدارة المشاريع الـ Project Management Institute، تأتي يعني ربما بالدرجة الثانية من ناحية الشهرة بعد الـ PMP. طبعاً ربما أيضاً الكثير منكم يعرفون أن شهادة الـ PMP أو امتحان الـ PMP تم تعديله مؤخراً في بداية السنة، وأصبحت نصف الأسئلة الآن من 180 سؤال في 90 سؤال على الأقل تتمحور حول أو تأتي بما يتعلق بالإدارة الرشيقة. فهناك كما ذكرنا يعني اتجاه واضح جدا بهذا الاتجاه، اتجاه الإدارة الرشيقة، وخاصة يعني كما ترون المستجدات العالمية، يعني ما صنع كورونا بالناس وبالدول، وطبعا عداك عن التقدم التكنولوجي الكبير والمتسارع اللي يجعل أنه الشيء الطبيعي الآن، الشيء الثابت الآن الذي نعيشه، أن التغير أمر حتمي، والتغير يمكن أن يكون يومي. فإذا لم تكن لديك هذه القدرة على تغيير الاتجاه بشكل سريع، فربما تفوتك يعني الكثير من الفرص، ولذلك أصبح هذا الموضوع مهم جدا. إذا كما كنت أقول لكم، يعني هذه المقدمة مأخوذة أو يعني اختصرت أنا وأخذت بعض الأمور اللي رأيتها مناسبة من هذه الدورة، دورة ممارسة الإدارة الرشيقة، ويعني رأيت إن شاء الله أن نبدأ بإطلاعكم عليها. ويعني كي أفتتح الموضوع دعوني يعني أتساءل بيني وبينكم بعض الأسئلة التي تمهد للموضوع وتضعنا في جو هذه الإدارة الرشيقة. أولا لو سألتكم، وأرجو طبعا الإجابة عن طريق المحادثة، سوف أسألكم يعني بعض الأسئلة الصغيرة ونفكر فيها سوية. لو سألتكم السؤال الأول، هل تفضلون العمل في فرق كبيرة أم فرق صغيرة؟ ما رأيكم؟ من يفضل العمل هنا في فريق صغير أم فريق كبير؟ وإذا استطعت أن تذكر لي لماذا؟ فرق صغيرة حسب المشروع، فرق صغيرة. جميل. طيب الذي يجيبنا بفرق صغيرة، نعم حبذا لو يذكر سبب أو سببين، ما الذي يجعلك تفضل العمل في فريق صغير؟ والذي أجابنا طبعا بفريق كبير، لعله يذكر سبب أو سببين، ما الذي يجعلك تفضل أن تعمل في فريق كبير؟ سرعة التنسيق والاتصال، نعم، والتعاون، صحيح، نعم، سهولة الإدارة، تمام. طبعا أصحاب الفريق الكبير يقولون في وجهة نظر أكبر، في خبرات أكثر، أي نعم. الحقيقة يعني معظمكم كما رأيتم يعني أجاب أنه يفضل العمل في فريق صغير. السبب الأول أظن اللي يعني ربما يتفق عليه أو نتفق عليه جميعا، أنك عندما تعمل ضمن فريق صغير فهناك
فعالية كبيرة أو كفاءة كبيرة يعني effectiveness و efficiency في التواصل. يعني من السهل جدا أن يعني تنتقل المعلومة بين جميع أعضاء الفريق ونتشارك المعلومة، ولا يكون هناك نقص في التفاصيل أو غياب في المعلومة أو misinformation أو miscommunication. صحيح، يكون الأمر يعني سهل. ثانيا كفريق صغير من السهل جدا أن نبني ثقة ما بيننا كأعضاء فريق صغير، صح؟ تتفقون معي أو لا؟ من السهل جدا أن نشعر أننا كعائلة صغيرة، صح؟ من السهل جدا أن نتشارك المسؤولية، من السهل جدا أن نعمل كفريق one team، فيكون يعني في مسؤولية مشتركة عن النجاح والفشل، صحيح؟ أما إذا كنت تعمل في فريق كبير جدا وكثير ربما من أعضاء الفريق لا تعرفهم أو ربما التقيتهم مرة أو مرتين، فيعني غالبا سوف يكون الضد، صحيح؟ نعم، ولذلك تميل حقيقة منهجيات عموما منهجيات الإدارة الرشيقة تميل إلى العمل ضمن فرق صغيرة وتشجع العمل على فرق صغيرة. طبعا هنا يخطر سؤال يقول طيب إذا المشروع عندي كبير فأحتاج بالتأكيد إلى فرق كبير، كيف أستطيع أن أعمل؟ في طريقة للعمل حقيقة، يعني بإمكانك أن تقسم هذا الفريق الكبير بكل سهولة إلى مجموعة من الفرق الصغيرة مع إيجاد الروابط المناسبة ما بين هذه الفرق الصغيرة، مما يعطيك الفعالية التي تبحث عنها. تمام؟ طيب ممتاز، هذا رقم واحد. رقم اثنين، هل سمع أحدكم بالكولوكيشن أو وور روم هذا المصطلح، أو تايت ماتريكس المصفوفة الضيقة، غرفة العمليات، التجمع، مر معكم هذا المصطلح؟ ماذا يعني؟ لا مو وير هاوس، وور روم غرفة العمليات، وير هاوس يعني مخزن أو مستودع. ممتاز، أحسنت يا أستاذ وائل ويا أستاذ سامي. نعم، إذن الكولوكيشن أو الوور روم أو التايت ماتريكس كلهم بنفس المعنى، تجميع فريق العمل في مكان واحد، في مساحة عمل واحدة. تمام، طبعا واضح انه هذا السؤال يرتبط مباشرة بالسؤال الذي قبله، صح؟ اذا كان عندك فريق فيه 1000 شخص هل تستطيع ان تجمعهم في مكان واحد او في مساحة واحدة، مساحة عمل مشتركة؟ لا تستطيع. اما في الفرق الصغيرة فاضف للميزات اللي ذكرناها سابقا ميزة انك تستطيع ان تجمعهم في مكان واحد، وهذا ما ذكرناه يزيد من فعاليتهم، يزيد من تواصلهم، يزيد من ثقتهم ببعض، يزيد من تشاركهم للمعرفة، يزيد من احساسهم بالمسؤولية المشتركة عن نجاح المشروع. وهذا ايضا مما تحث عليه وتركز عليه منهجيات الإدارة الرشيقة المختلفة. طيب سؤال ثالث الان، اذا كنت قمت بإدارة مشروع أو جزء من مشروع ما، وكلنا طبعا يعني احتاج إلى أن يأخذ قرار، مكان واحد يعني مساحة عمل مشتركة أخي سامح، في كثير ربما رأيتها في كثير الآن من المشاريع، تجد أن كل الفريق موجود بغرفة كبيرة، قد تكون يعني غرفة اجتماعات كبيرة مثلا. تمام، فكل الأشخاص في partitions، بس اللي يفصل بينهم عبارة عن أحيانا حتى ما في partitions، كل واحد عنده يعني كرسي وطاولة صغيرة وجالس عليها. تمام، فكلهم يرون بعضهم، يستطيعون تواصل بعضهم، وفي white boards إذا حبوا يكتبوا شيء، وفي سهل جدا أنه يجلسوا أي اثنين مع بعض يناقشوا في موضوع معين، أو في بعدين مثلا حبوا بعدين مثلا يأخذوا بعض على جنب، فيه بيكون أماكن مخصصة نسميها caves، فهذه هي المساحة المشتركة. طيب نرجع لموضوع اتخاذ القرار في المشروع، هل يفضل أن نتخذ القرار في المشروع أو القرارات في المشروع بأسرع وقت ممكن أم بآخر وقت ممكن، as soon as possible ولا as late as possible؟
ما رأيكم لو كنت تريد أن تتخذ قرار، هل تتخذ قراراتك بسرعة أم تؤخرها قدر الإمكان في المشروع وحتى في غير المشروع يا سيدي، خارج المشروع في حياتك؟ هل أنت ممن يسارع في اتخاذ القرارات أم من يفضل تأخير اتخاذ القرارات؟ جميل جميل ممتاز جميل، نعم أحسنتم. إذن معظم الإخوة أيضا أجاب يعني الإجابة المنطقية أنه أو أن المسارعة في اتخاذ القرار ربما يعقبها ندم، صح؟ عندما تسارع في اتخاذ قرار بدون أن تكون المعطيات لديك مكتملة، بدون أن تكون لديك التفاصيل مكتملة أو ينقصك بعض التفاصيل المهمة، تمام؟ فحتى لو كنت خبير، حتى لو كنت يعني من أعظم الخبراء، أحيانا بعض التفاصيل مهمة جدا لا تستطيع أن تأخذ قرار بدون أن تكتمل لديك تفاصيل معينة، صح؟ فإذا المنطقي أني أنتظر قدر الإمكان، طبعا إحنا بنسميها the last responsible moment، اللحظة الأخيرة اللي لا زال يعني المبادرة بأيدينا وتأخير اتخاذ القرار لن يكون له تأثير سلبي، تمام؟ فنسميها the last responsible moment، عندها أتخذ القرار، عندما يكون لدي أكبر قدر ممكن من التفاصيل ومن المعلومات لدي، وبالتالي أستطيع الآن أن يعني أستخدم خبرتي وأتخذ القرار بشكل صحيح، أتخذ القرار الصحيح، تمام؟ فإذا هذا أيضا ما تحث عليه المنهجيات المختلفة للإدارة الرشيقة. طيب السؤال الذي يليه، هل تميل إلى أن تكون قائد أم تميل إلى أن تكون مدير؟ هل تحبذ أن تعمل مع قائد أم تحبذ أن تعمل مع مدير؟ وما الفرق أصلا الذي يجعلك تفضل أن تعمل مع مدير ولا قائد، أو أن تكون مدير أو قائد؟ هذه أيضا من الأمور التي تركز عليها كثيرا الإدارة الرشيقة. نبتعد عن إدارة الناس وإنما نريد أن نقود الناس، لماذا وما الفرق؟ أيوة، الفرق الأساسي والذي تركز عليه منهجيات الإدارة الرشيقة بشكل عام كثيرا أن القائد يجعل نفسه أو يضع نفسه في خدمة الناس، هو يبين لهم الاتجاه، يبين لهم الرؤية، يبين لهم أين نريد أن نصل، ثم يبذل كل ما لديه كي يسهل لهم الوصول، تمام؟ فنعم نسمي هذا المبدأ القيادة بالخدمة، servant leadership، تمام؟ فإذا القائد أولا يفكر دائما بالاتجاه أو إلى أين نريد أن نذهب ولماذا، ثانيا يملك القدرة على إقناع الفريق وعلى تحفيز الفريق للذهاب بهذا الاتجاه ولتحقيق هذه الأهداف، ويبذل ويكون قدوة ويبذل كل ما لديه كي يستطيع بالفعل الفريق أن يحقق هذه الأهداف، تمام؟ المدير عادة يركز على الإفشنسي، على الكفاءة، على أداء الأعمال بشكل صحيح، بينما تركز القيادة على أداء الأعمال الصحيحة، تمام؟ المدير يفكر دائما بالبروسيسز وبالتولز، بالأدوات، بالعمليات، بالسياسات، بالإجراءات، بينما القادة يفكرون دائما بالبيبل and interaction، بالناس وبالتفاعل الحاصل بينهم. فإذا نعم نحن نفضل أن يكون هناك قيادات أكثر من إدارات في منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة، وحقيقة معظمها إن لم تكن كلها تبتعد عن مسمى project manager، مدير مشروع. هذا المسمى مدير مشروع أو project manager لن تجده في منهجيات الإدارة الرشيقة، سوف تجد coach، سوف تجد mentor، سوف تجد team lead أو leader، سوف تجد scrum master، لكن نادرا جدا أن نقول project manager مثلا مدير مشروع، لأننا يعني نرى أن الأمر يجب أن يتم بالقيادة وليس بالإدارة. السؤال الذي يليه، إذا أردت أن توظف في مشروعك
فمن توظف؟ هل توظف أشخاص لهم مهارات متعددة وطبعا مع التركيز على مهارة معينة، أم تفضل شخص يمتلك مهارة وحيدة فقط وعميقة؟ أيهما تحبذ أو أيهما تفضل ولماذا؟ دعونا نفكر لماذا. جميل، جميل، صح. هذا أيضا ما يعني تحث عليه الإدارة الرشيقة، توظيف أناس بمهارات متعددة مع طبعا توفر مهارة أساسية. طيب ما هو السبب؟ السبب أن لا يكون هناك لدينا كما يقال single point of failure، يعني أشخاص يقف عليهم أو يعتمد عليهم المشروع بشكل كامل. فإذا حصل مشكلة لهذا الشخص أو اضطر لمغادرة العمل أو حصل معه مرض أو كذا، المشروع كله يتوقف. هذا شيء طبعا خطير جدا ونحاول قدر الإمكان أن نتجنبه. المشروع ينجز بفريق وليس بشخص واحد، وهذا الفريق يجب أن يكون لديه القدرة على تغطية أدوار بعضهم إذا اضطرينا، مهارات متعددة مترابطة متشابكة، نعم، وبالتالي يستطيع أي شخص أن يقوم بلعب يعني أدوار متعددة في حال اقتضى الأمر، مع التركيز طبعا على دوره الأساسي. جميل، طيب السؤال الذي يليه، هل تعرف ما هو الفرق ما بين الـ Industrial Projects المشاريع الصناعية والـ Knowledge Based Projects المشاريع المعرفية أو التي تبنى على المعرفة؟ مر معكم هذا المصطلح سابقا؟ دعونا قليلا من الاندستريال بروجكتس، نوليدج بيست بروجكت، ماذا يخطر لك عندما او يخطر لك عندما تسمعين مشروع مبني على معرفه، نوليدج بيست، ماذا نقصد بذلك؟ جميل، جميل، أحسنتم، نعم. الـ Knowledge Based Projects أو المشاريع المبنية على المعرفة أو المشاريع المعرفية هي تلك المشاريع التي لا يتوفر لدينا المعرفة الكافية للإحاطة بكل تفاصيل العمل المطلوب، بمعنى آخر نطاق العمل السكوب غير واضح، والمعرفة التي تتعلق به ليست مكتملة، وهذه المعرفة قد تتغير مع الزمن، مثل الأبحاث والتطوير، نعم يا أستاذ وائل، مثل أيضا مشاريع السوفتوير، مشاريع تطوير البرمجيات، تمام. فالمشاريع عموما اللي فيها أو التي ترتكز على التقنية بشكل عام كما ذكرنا بسبب هذا التسارع التقني الهائل، هذه تتغير التفاصيل فيها، وقد تتغير التفاصيل فيها بشكل كبير بين يوم وآخر بين شهر وآخر، وبالتالي العميل ربما يغير رأيه كثيرا، والعميل ربما يغير متطلباته كثيرا. فإدارة هذا النوع من المشاريع فيه تحدي، ليش؟ لأنه ما عندي كل التفاصيل، ولأن المعرفة متغيرة، ولأن المعرفة الطبيعي أن تتغير، ليس شيء يعني استثنائي، الطبيعي أنها تتغير، تمام؟ بعكس الـ Industrial Projects اللي هي معظمها مشاريع محددة ونطاق العمل واضح والتصاميم موجودة وتم الانتهاء منها وتجهيزها وسوف يتم البناء بناء على هذه التصاميم التي تم اعتمادها ونطاق العمل واضح، فإذا ما في knowledge based، المعرفة واضحة ومكتملة وموجودة من اليوم الأول، تمام. وهنا الفرق حقيقة، فبينما تركز إدارة المشاريع التقليدية اللي أنتم كلكم عارفينها الـ traditional project management أو الـ waterfall كما يقال الشلال على
أو يعني تبدي كفاءة عالية في إدارة المشاريع الاندستريال بروجكتس اللي هي الصناعية كما قلنا، اللي هي فيها سكوب واضح لا تعتمد على معرفة متغيرة، تمام، تكون هذه الووترفول أو التراديشنال تكون غير فعالة على الإطلاق إذا استخدمتها في مشاريع نوليدج بيست، في مشاريع يتغير أو تتغير التفاصيل والمعرفة فيها بين يوم وآخر. فإذا استخدمت أسلوب ووترفول مع مشروع تتغير معطياته بين يوم وآخر حتموت، لأنك كل يوم حتعمل تشينج ريكويست وأنت محتاج أنك تعمله بشكل فورمال، وحيروح على اللجنة واللجنة حتأخذ وتعطي فيه ويأخذ أسبوع لاتخاذ القرار، وبعد أسبوع من اتخاذ القرار تكون تغيرت المعرفة أصلا واحتجنا إلى قرار جديد وهكذا، تمام. فإذا من الصعب جدا، وليس من المستحيل لكن من الصعب جدا، أن نقوم باعتماد منهجية تقليدية أو استخدام منهجية تقليدية زي الووترفول لإدارة مشاريع من النوع knowledge based اللي هي من الطبيعي أصلاً أن تتغير فيها الأمور بين يوم وليلة، صحيح؟ طيب، سؤال الأخير، إذا كنت تعاملت مع عملاء سابقاً كيف تصف علاقتك بشكل عام مع العملاء؟ هل العلاقة طيبة مع عملائكم؟ ولا في مشاكل؟ بس من باب الاستطلاع يعني، لا تخافوا ما حيكون في تقييم للموضوع. بشكل عام كيف ترون العلاقة مع العملاء؟ كيف تنتهي أو ينتهي العقد عادة مع العميل؟ في إحراج؟ جميل. طبعا أنا لا أسألكم عن أمنياتكم، أسألكم عن الواقع. يعني كلنا نتمنى أكيد أن تكون علاقتنا طيبة مع العملاء، وأن يعني في نهاية المشروع يشكرنا العميل كثيرا ونسوي احتفال مع بعض وكذا، لكن الواقع، هل الواقع كذلك؟ نأمل ذلك. طبعا للأسف يعني كما ذكر بعض الإخوة، معظم الوقت تكون العلاقة، تبدأ العلاقة جميلة جدا ورومانسية جدا مع العميل، وتنتهي بنهاية غير رومانسية على الإطلاق، وبخلاف وبدفعات ناقصة، صح، وباستقطاعات وإلى آخره، صحيح؟ للأسف السبب أو أحد الأسباب ربما يعني، ومشاكل وتحكيم، أي نعم، ويعني ربما أحد الأسباب التي تؤدي إلى ذلك طبيعة التعاقد. أننا عندما نتعاقد مع عميل، فكما تعلمون يعني العقد دائما يحدد شروط يعني وواجبات ومسؤوليات يجب على كل طرف الالتزام بها، تمام. وبما أن العقد بطبيعته يعني وثيقة قانونية ووثيقة ملزمة كما يقال للطرفين، فكثير من الأحيان يعني أحد الطرفين يلتزم أو يريد أو يصر على الالتزام بحرفية ما ورد في العقد، بحرفية هذه الشروط أو بحرفية هذه الالتزامات، ولا يعطي المرونة لربما يعني تغيير قد يكون من فائدة الطرفين وقد يكون من مصلحة الطرفين، تمام. وبالتالي تنتهي فعلا معظم يعني هذا الواقع، نقول تنتهي فعلا معظم العقود والمشاريع الى يعني علاقة يعني فيها نوع من، قد يكون في النهاية يعني فيها نوع من الحساسية او ما اشبه ذلك، بينما تركز وتؤكد المنهجيات الرشيقة عموما على أن دائما التعاون مع العميل مقدم على التفاوض على العقد، تمام. فإذا إذا رأينا في أي لحظة أن هناك مصلحة للعميل وهذه المصلحة تتطلب أن نغير بعض بنود العقد بدون طبعا أن يعني نتضرر نحن، فلا بأس ولا مانع، ويعني سوف نستعرض ذلك إن شاء الله إن يعني أسعفنا الوقت، تمام. إذن هذه بعض الأسئلة التي يعني أردت من خلالها أن أطرح لكم يعني بعض التحديات اللي ربما كلكم تواجهونها في بيئة العمل، وربما كلكم يعني لاحظتموها. وحقيقة يعني من الأشياء اللي أنا أعتبرها جميلة جدا في الإدارة الرشيقة أنها يعني كما يقال common sense، يعني أشياء تحسها يعني بالمنطق،
يعني بالمنطق أنه العمل مثلا مع فريق صغير في مكان مثلا واحد أفضل، بالمنطق مثلا أن التعاون مع العميل أفضل، بالمنطق مثلا أن العمل مع القائد أفضل من العمل مع المدير وهكذا، تمام؟ فهذا الأمور يعني تجدها جميلة وجذابة في الإدارة الرشيقة، أنها يعني لا تبتعد كثيرا عن الكومنسنس او الاشياء اللي انت متوقعها. يعني معظم الاسئله اللي سالتكم اياها قبل قليل كانت اجاباتكم صحيحه، لانه هذا كما يقال المنطق، تمام. طبعا رضا العميل هو الالتيميت جول استاذه شيرين، يعني هو هدفنا النهائي في اي مشروع رضا العميل، تمام. ورضا العميل طبعا سوف يمر بعده متطلبات، لن يتحقق رضا العميل إلا إذا يعني حققنا له متطلباته بشكل عام وبالوقت المناسب وبشكل مناسب وما إلى ذلك. لكن هذا نعم هذا هو الهدف النهائي لأي عمل ولأي مشروع، الوصول إلى رضا العميل بالتأكيد، وعملية تراكمية، تمام. طيب نبدأ إذن بعد أن طرحنا هذه الأسئلة، تعالوا ندخل أكثر في الموضوع و نبدأ بالنقطة الأولى. إذن لماذا نستخدم الأجايل؟ وأظن أنني يعني شرحت أو مريت على هذه النقطة بسرعة. طبعا ذكرنا بشكل أساسي أنه في نوعين من المشاريع، اللي هي الاندستريال بروجيكتس والنوليدج بيست بروجيكتس. طبعا معظم إخواننا المهندسين خاصة طبعا السيفيل انجينيرز والعاملين يعني في صناعة البناء، معظم طبعا مشاريعهم من النوع اللي هي industrial projects، يعني في عندي مثل ما ذكرنا سكوب واضح، في عندي نطاق عمل واضح، إذا كان في تغييرات سوف تكون تغييرات يعني بسيطة، سوف تكون تغييرات معدودة، ولذلك في عندي إجرائية رسمية لضبط التغيير، وفي عندي لجنة هي مسؤولة عن اتخاذ القرارات التغيير وكذا إلى آخره، تمام. لكن كما ذكرنا الآن بدأت تنتشر أكثر المشاريع اللي هي knowledge based، المشاريع التي يعتمد العمل بها على معرفة متغيرة مع الزمن، ولذلك لن تعود الطرق التقليدية صالحة لإدارة هذا النوع من المشروع، ولا مثل ما ذكرنا سوف نتعرض لمشاكل كثيرة، وبالتالي إذن أنا أحتاج إلى هذه المنهجية الرشيقة التي تستطيع أن تغير مثل ما ذكرنا اتجاهاتها بسرعة كبيرة جدا لكي تتواءم مع التغييرات المعرفية ومع التغييرات في نطاق العمل التي يطلبها العميل، تمام. فإذا للتعامل بشكل أساسي مع الغموض، مع الأنونز، مع الأشياء التي لا نعرفها، أحيانا العميل هو نفسه أصلا لا يعرف ماذا يريد، لا يعني ليس لديه صورة كاملة عن المنتج الذي يسعى لبنائه، ليس لديه صورة كاملة عن الموبايل أبليكيشن الذي يريد أن يقوم ببنائه مثلا، تمام. فلذلك أنا أحتاج إلى هذه المنهجيات التي تتعامل مع النوليدج وورك، مع هذه الأعمال مثل ما ذكرنا التي ممكن أن تتغير بتغير الزمن، تمام. فالنوليدج وورك إذن يتوقع التغييرات ويعتبرها شيء طبيعي وشيء مرحب به، ونسميها أيضا الانفيزيبل وورك، في عمل ما لنا شايفينه، مو قادرين أن نراه، تمام. لن نراه اليوم، سوف نراه بعد أسبوع، سوف نراه بعد شهر، سوف نراه بعد شهرين، تمام. وهذا ما يجب أن نستعد له، هذا ما يجب أن نتحضر له. وطبعا أكبر مثال على ذلك كما ذكرنا قبل قليل مشاريع البحث والتطوير، ومشاريع أيضا بناء البرمجيات، حيث دائما مثل ما ذكرنا في تغييرات، ودائما في يعني مستجدات يفاجئنا بها العميل أو يطلبها العميل، وتكون من صالح العميل، وتكون يعني ذات قيمة مضافة فعلا للمنتج الذي يريد أن يقوم العميل ببنائه. فلذلك بينما تعتمد إدارة المشاريع التقليدية في المشاريع اللي سميناها الاندستريال وورك أو الاندستريال بروجيكتس تعتمد على عمليات واضحة ومحددة، تمام، في عمليات واضحة في الووترفول أو في الترديشنال نقوم بها من ناحية مثلا
أول خطوة فلنفرض إنشاء التشارتر، ثاني خطوة أنك تسوي identify stakeholders، تحدد من هم المعنيين، ثم تنتقل إلى كتابة مثلاً scope management plan، ثم تنتقل إلى تحديد scope statement و collect requirements ومناقشة مع العميل حتى تسوي أو تنتهي من scope finalization. كذا في processes واضحة ومعتمدة ويجب أن تقوم بها، هذا في الترديشنال طبعاً في طرق الإدارة التقليدية. أما في طرق الإدارة الرشيقة أو في knowledge work مثل ما ذكرنا projects، فنحن نعتمد على empirical processes، نحن نعتمد على عمليات تجريبية، ونطلب من الفريق دائما أن يحاول أن يطور العمليات الموجودة وأن يأتي بعمليات جديدة، أن يبدع. إذن الإبداع الابتكار شيء مطلوب جدا، ونعطيه المساحة الآمنة، وهذا شيء مهم جدا يعني تحث عليه الإدارة الرشيقة، أنه كقائد يجب أن توفر لفريقك مساحة آمنة للتجربة والخطأ، يجب أن تشجع على التجربة والخطأ، لأنه إذا يعني بقي الفريق ملتزم بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس العمليات ما في تقدم إلى الأمام. إذا كل مرة حنسوي المشروع بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس العمليات ما حسنا شيء، تمام؟ يجب أن نجرب عمليات جديدة، يجب أن نشجع الفريق على ابتكار عمليات جديدة، ولا بأس إن أخطأ، لأنه هذا الخطأ يعتبر يعني هذا منحنى تعلم كما تعلمون learning curve، لابد أن نمر به إذا أردنا أن نحسن، لن نستطيع أن نحسن بدون تجربة أشياء جديدة، بعضها يفشل بعضها ينجح، تمام؟ إذن هذه العمليات اللي بنسميها empirical processes، دائما لما تسمع empirical processes يعني عمليات تجريبية حيجربها الفريق، بعضها ينجح بعضها يفشل، هي تفاعلية interactive، هي تراكمية incremental، تمام؟ هي تتغير بشكل مستمر وتتكيف بحسب ما يناسب العمل وما يناسب تحقيق متطلبات العميل، وهي أيضا تمر بمراجعات مستمرة، تمام؟ هذا ما يميز empirical processes، بعكس المنهجيات التقليدية مثل ما ذكرنا، حيث تكون البروسيسز أصلا محددة وواضحة والخطوات واضحة ويجب أن تمر فيها كلها، تمام، ومعرفة لك من بداية إلى نهاية المشروع. هنا لا، هنا المجال مفتوح إذن للتجربة والابتكار والإبداع والتعامل مع المتغيرات والتكيف مع المتغيرات، تمام. أظن الآن يعني فهمنا تماما المبدأ الذي يعني بنيت عليه منهجيات الإدارة الرشيقة المختلفة، ولماذا نحتاجها ولماذا نحتاج الإدارة الرشيقة. طيب تعالوا الآن نرجع قليلا في التاريخ ونخبركم متى ولدت الإدارة الرشيقة، Birth of Agile. ولدت رسميا في فبراير ما بين يعني 11 و13 فبراير عام 2001، عندما اجتمع فريق من عدة شركات يعملون في تطوير البرمجيات، وكانوا يستخدمون منهجيات مختلفة مثل السكرام والإكستريم بروغرامينج إكس بي والدي إس دي إم، هي منهجيات مختلفة، لكن أثناء اجتماعهم، كان اجتماع يعني عبارة حقيقة عن يعني مجتمعين كانوا في سبا أو في منتجع، فيعني كان الموضوع ترفيهي، لكن أثناء اجتماعهم وجدوا أو حاولوا أن يناقشوا الأسس المشتركة التي يعني توجد في أعمالهم، يعني الأشخاص اللي يعملون في السكرام والأشخاص اللي يعملون في طريقة ثانية اسمها DSDM أو طريقة ثالثة اسمها XP أو طريقة رابعة اسمها كريستال، يعني وجدوا أنه في قواسم مشتركة بين هذه المنهجيات المختلفة، هذه القواسم هي التي تجعل منهجياتهم حقيقة جيدة وذات كفاءة في إدارة المشاريع. ما هي هذه القواسم؟ وصلوا إلى أن هذه القواسم وهذه القيم هي أربعة، وضعت واعتمدت فيما يسمى بالأجايل مانيفستو أو بيان أو نص إعلان الأجايل أو الإدارة الرشيقة. إذن قالوا حقيقة أي منهجية في إدارة المشاريع كي تسمى أجايل أو كي تكون منهجية رشيقة يجب أن ترتكز على أربع أمور أساسية. إذن هات أي منهجية، إذا أردت أن تعرف أن هذه المنهجية رشيقة أو لا، اعرضها على أربع شروط.
اللي هي هذه القيم الأساسية. إذا حققت هذه الشروط الأربعة إذن هذه المنهجية تكون رشيقة، إذا لم تحقق واحد منها تكون المنهجية غير رشيقة، وبالتالي المجال أمامك يا بطل مفتوح. إذا أردت اليوم أن تخترع منهجية رشيقة فكل ما عليك أن تخترع منهجية تحقق هذه الشروط الأربعة. ولذلك هناك عدد حقيقة يعني شبه لا متناهي من المنهجيات الرشيقة. اليوم إذا سألتك كم منهجية رشيقة في عدد فعلا لا نهائي، وكل يوم يأتي ربما أحد ويستطيع أن يقول أنا سويت منهجية جديدة ونسوي كذا ونسوي كذا وهذه المنهجية لدي وهذه المنهجية فعلا تحقق هذه الشروط الأربعة وبالتالي يتم اعتبارها منهجية رشيقة. تمام؟ طيب ما هي هذه الشروط أو الأمور الأربعة؟ كل هذه الشروط بالمناسبة تبدأ بكلمة نفضل، نفضل كذا على كذا. تمام؟ كلها الأربعة. المبدأ الأول يقول نحن نفضل الأشخاص والتفاعل الحاصل بينهم على العمليات والأدوات. Individuals and interactions over هذه اللي نفضل يعني. تمام؟ over processes and tools. تمام؟ طيب ما يجب أن يكون واضح لدينا هو أننا لا نعني بذلك أننا يعني لا نقدر البروسيسز والتولز، أننا لا نقدر الأدوات والعمليات، لا نحن نقدرها ولا شك هي مطلوبة. تمام؟ لكن ما نفضله أو ما نثمنه أكثر هو الأشخاص والتفاعل الحاصل بينهم. فمن ينجز العمل في نهاية اليوم هم الأشخاص، هم الفريق وليس الأدوات لوحدها. صح؟ يعني المنشار ما راح يقطع لوحده، البروسيس البوليسي البروسيجر ما حتشتغل لوحدها، من يقوم بالعمل هم الأشخاص، والأشخاص الذين يعملون بروح واحدة في تفاعل طبيعي بينهم، في تفاعل إيجابي بينهم، في ثقة بينهم، في عمل مشترك بينهم. فلذلك يجب أن تركز على بناء الأشخاص وبناء التفاعل الإيجابي بينهم، التفاعل الصحيح بينهم، إذا أردت فعلا أن تركز على إنجاز العمل بشكل صحيح. تمام؟ هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني يقول أننا نفضل، وخليني هنا أستعير كلمة أخرى، نفضل المنتج الذي يعمل، طبعا هي كما ورد في المانيفستو نفضل البرنامج الذي يعمل، لكن إذا أردنا أن نعمم يعني باعتبار كل الأشخاص كما ذكرنا اللي اجتمعوا كانوا يعني يأتون من شركات برمجية، لكن كما قلنا هذه المنهجية أو المنهجيات الآن أصبحت يعني ليست فقط خاصة بتطوير البرامج، فنحن نفضل المنتج الذي يعمل على التوثيق المفصل comprehensive documentation. إذن في النهاية وفي نهاية اليوم ما الذي يحب العميل أن يرى؟ أن يرى منتج يعمل، أن قمت ببناء منتج يعمل بشكل صحيح له، ولا يحب أنك تجيب له أوراق وتجيب له ملفات وتجيب له توثيق؟ ما الذي نفضله أو ما الذي يفضله العميل؟ بالتأكيد العميل يفضل المنتج الذي يعمل، يفضل أن يرى أنه في شيء تم بناؤه هو يعمل بشكل صحيح. تمام؟ طبعا هذا مرة أخرى لا يلغي أهمية التوثيق، ولكن نحن نفضل التركيز، يعني يا فريق ركز لي على بناء منتج يعمل ولا تضيع نصف وقتك في التوثيق. تجد شخص بمهارات عالية جدا في البرمجة مثلا جالس كل يوم ساعتين ثلاثة يوثق، هذا اسمه هدر وضياع كبير جدا. صح؟ تمام؟ فلذلك التوثيق، طبعا التوثيق هذا حكاية بحد ذاته في الأجايل، لكن نقول عنه أنه barely sufficient، يجب أن يكون بالحد الأدنى الكافي توثيق. تمام؟ ويحصل أيضا في last responsible moment، يحصل في آخر لحظة ممكنة،
وأجل التوثيق لآخر لحظة ممكن. تمام؟ إذن هذا هو المبدأ الثاني. المبدأ الثالث يقول، ذكرناه أشرت إليه قبل قليل، نفضل التعاون مع العميل على التفاوض على العقد. إذن كما ذكرنا الغاية النهائية هي رضا العميل، فنحن إذا رأينا أن هناك ما يرضي العميل وربما لا يتلائم مع شروط العقد لا مانع من أن نغير شروط العقد، ما في داعي أني أعتمد يعني أني ألتزم بحرفية ونصية العقد، لأن العقد يقول كذا. تمام؟ إذا كان في إمكانية بدون أن نتضرر وهذا الشيء يحقق فاليو أكبر، تمام، فيجب إذن أن نقوم به، أن نغير العقد. أستاذ شيرين تقول طيب الأرشفة مهمة للإنتاج المدى البعيد وكذا ويحتاج 3 ساعات. مرة أخرى، هل تعملين في مشروع إندستريال بروجكت ولا مشروع نوليدج بروجكت؟ هذا شيء أساسي. الشيء الثاني كما قلنا، ربما يعني يكون من المناسب أني أخصص أشخاص يعني بدون هذه المهارات العالية، أشخاص مهمتهم التوثيق وفعلا يقومون بالتوثيق كما قلنا اللازم والكافي. أما ما في داعي أني أضيع أوقات أشخاص عندهم كفاءات وعندهم مهارات وعندهم مواهب في توثيق في الآخر سوف يوضع على الرف، وربما ينظر إليه أحد وربما لا ينظر إليه أحد ويختفي مع الزمن. تمام؟ المبدأ الرابع وهو أيضا مبدأ مهم جدا، أن الاستجابة للتغيير مقدمة على اتباع خطة، وهذا طبعا يعني لب الموضوع، أننا كما ذكرنا نفضل الاستجابة لأي تغيير من صالح العميل على اتباع خطة معينة كنا قد وضعناها. ما في داعي أبدا أني ألتزم بخطة لن تحقق قيمة للعميل، لن تحقق رضا العميل، لن تحقق متطلبات العميل، لولا أني أغيرها بما يتناسب مع رضا العميل. تمام؟ هذه هي إذن المبادئ الأربعة التي وضعت واعتمدت وشكلت يعني إعلان ولادة بمثابة إعلان ولادة للأجايل، وسميت الأجايل مانيفستو، وتستطيعون أن تزوروا هذا الموقع، لازالت موجودة ومسجلة، theagilemanifesto.org، بإمكانكم أن تزوروا هذا الموقع وتجدوا هذه المبادئ بلغات متعددة. وكما قلنا هذا كان يعني تاريخ إعلان الأجايل. ما الذي تقصد به أستاذ فيصل العميل عنيد؟ العميل سواء كان عنيد أو غير عنيد، يعني العميل كما يقال دائما على حق، يعني هذا لب الأجايل. تمام؟ إذا قال العميل أنه يريد أن يقوم بذلك وشرحنا له ربما من وجهة نظرنا أن ذلك ليس من المفضل أو أن ذلك غير مفيد لك أو كذا، لكن العميل أصر على رأيه، فخلص العميل هو الحكم. تمام؟ لا نستطيع أن نخبر العميل ما هو أفضل له. لا تضع نفسك في هذا الموقف أبدا، لا تضع نفسك في موقف أنك تقول للعميل ما هو الأفضل له. تمام؟ العميل دائما أدرى بمصلحة نفسه، أدرى بما الذي يناسب. تمام؟ طيب، إذن هذه شرح المبادئ الأربعة، يعني أنا شرحتها لكم أظن بشكل يعني سريع. كما قلنا مثلا بالنسبة للdocumentation at the last responsible moment أو just in time، في الوقت المناسب. التوثيق لا يضيف قيمة كبيرة للمشروع بعكس البناء، بناء المنتج الذي يعمل. الكاستمر كولابوريشن مثل ما ذكرنا، يجب أن يكون هناك تعاون، يجب أن يكون هناك مرونة، يجب أن يكون هناك استجابة لي العميل بشكل صحيح. هناك فرق بين أن تكون محق وبين أن تفعل الشيء الصحيح. تمام؟ فأحياناً العقد يعني معك، العقد أنت محق حسب بنود العقد، لكن الشيء الصحيح الذي يجب أن يعني نقوم به لمصلحتنا ولمصلحة العميل هو شيء آخر غير العقد. تمام؟ فلا مانع أن نقوم بتغيير العقد، وكما ذكرنا نرحب دائماً بالتغيير بدل من الالتزام بخطة معينة. فإذا
منهجيات الأجايل عموماً تركز على نشر قيم الأجايل في المؤسسة، وهذا شيء يعني مهم، لأنه إذا شخص واحد فقط مقتنع بقيم الأجايل وباقي الفريق غير مقتنعين، أو الإدارة غير مقتنعة، أو الزملاء غير مقتنعين، لن تعمل. تمام؟ هذا يتطلب اقتناع من كافة الأطراف، خاصة طبعاً يعني من القيادات العليا في المؤسسة. إذا أردت للأجايل أن تعمل في المؤسسة، يجب أن تكون القيادات مقتنعة بهذه المبادئ، ويجب أن يكون هناك فهم مشترك لهذه المبادئ. ولذلك مثل ما ذكرنا، يعني قد يكون هناك ضرورة للعمل على نشر هذه القيم ونشر هذه الثقافة في المؤسسات وبناء هذه الثقافة. أضف إلى ذلك شيء مهم جدا تحث عليه الإدارة الرشيقة، وهي الترانسبرنسي أو الشفافية. تمام؟ فيجب أن يكون العمل الذي نقوم به واضح للجميع، والأهداف واضحة للجميع، والتقدم في المشروع مثلا ومؤشرات الأداء واضحة للجميع. لن أستطيع أن أبني ثقة ما بين أعضاء الفريق وأعضاء المؤسسة إلا إذا كانت في شفافية عالية جدا. وهذا أيضا أحد الأهداف اللي يعني التي أريد أن أحققها عندما أضع الفريق في بيئة عمل مشتركة، مثل ما ذكرنا لما أسوي كولوكيشن أو وور روم، أن تكون أيضا الشفافية عالية. هذه الشفافية هي التي تساعد في بناء الثقة وتجعلنا نفكر فعلا كفريق ونعمل كفريق ونتشارك المسؤولية في النجاح والمسؤولية أيضا في الفشل. وأيضا كما ذكرنا تأمين بيئة عمل آمنة للتجربة والخطأ. يجب أن أؤمن بيئة آمنة للفريق. ماذا يعني آمنة؟ يعني لا يخاف أحد من الخطأ. إذا أخطأت لا بأس، هذا شيء طبيعي، هذا جزء من منحنى التعلم كما ذكرنا. لن تتقدم إلا بتجربة أشياء جديدة، ومن الطبيعي أن تخطئ في بعض الأشياء عندما تجربها. فيجب أن نؤمن لهم أو نزودهم بهذه البيئة الآمنة للخطأ، للتجربة والفشل. تمام؟ فبالتالي إذن نشجع الفريق دائما على تجربة تقنيات جديدة في العمل، تجربة عمليات جديدة في العمل، نشجعهم طبعا دائما على تشارك المعرفة والتعاون فيما بينهم. وأيضا مبدأ مهم جدا تحث عليه الإدارة الرشيقة، وهو الإمرجنت ليدرشيب. ومرة أخرى طبعا يعني كلمة مانجمنت لن تجدها هنا كثيرا، وكلمة مانجر، وأنا بدأ ما نتكلم عن قيادة أو عن ليدرشيب. والشيء الذي يعني ربما أيضا يأخذنا إلى بعد آخر هنا في الإدارة الرشيقة، أنها تحث على نشوء قادة جدد. فالقائد مو واحد في الإدارة الرشيقة، بل نشجع على وجود عدة قادة. فكل شخص بالفريق يحق له، صاحب مبادرة يحق له أن يعني يتقدم بهذه المبادرة وأن يقود هذه المبادرة. تمام؟ نعم يا أستاذ رائد، هذا ذكرناه من البداية. يعني طبيعة المشروعية التي تحدد إذا كان من المناسب أن نستخدم traditional way، نستخدم طرق تقليدية، ولا نستخدم agile طرق رشيقة. تمام؟ لكن ما أستطيع أن أقوله لك على جميع الأحوال أنه حتى في المشاريع التقليدية والمشاريع اللي سكوب فيها واضح، هناك بعض المبادئ في الأجايل وهناك بعض الأدوات في الأجايل يعني مهمة جدا وتصلح للتطبيق حتى في تلك المشاريع. تمام؟ طيب، يعني لعلنا نترك هذه الأسئلة التي تحتاج إلى خوض كبير إلى نهاية المحاضرة. فإذا ما كنت أقوله هو أن الإدارة الرشيقة تحث وتشجع على بناء قيادات متنوعة، وتعطي لكل شخص في الفريق حرية التقدم بمبادرة وقيادة هذه المبادرة. تمام؟ فالقيادة ليست محصورة على شخص واحد. تمام؟ أي شخص يستطيع أن يبادر بشيء ونقول له تفضل وأنت تولى زمام هذه المبادرة، طالما أنت صاحب الفكرة وأنت عندك ربما الخبرة الأكثر في هذا المجال وفي هذه التقنية، تفضل قد هذه المبادرة وأرنا كيف يمكن أن نقوم بهذا العمل باستخدام هذه المبادرة مثلا. تمام؟ والشيء الرابع والأخير مثل ما ذكرنا، هو التركيز على القيادة بالخدمة، servant leadership.
والتي تتمثل بكون القائد يضع نفسه في خدمة فريقه، فيعتبر أن واجبه الأساسي هو تمكين الفريق وجعلهم أو يعني تحفيزهم ومنع أي مشوشات أو عراقيل يمكن أن تعرقل أعمالهم، فهذا هو دوره الأساسي، هو قائد بالخدمة. طيب، تفرع عن هذه المبادئ الأربعة أو ظهر عن هذه المبادئ الأربعة إعلان آخر يسمى Declaration of Interdependence، إعلان الترابط أو إعلان الارتباط المشترك، والذي ينص على التالي، والذي يعني يشرح الأجايل مانيفستو يعني بشكل أكبر. والذي يقول التالي، وهذا إعلان جميل جدا ومهم جدا ومحفز جدا حقيقة. الجملة الأولى تقول في هذا الإعلان: أننا نزيد العائد على الاستثمار عن طريق التركيز على بناء القيمة بشكل مبكر وبشكل مستمر. طيب، ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني التالي: العميل جاء لعندك، طبعا سواء كان عميل داخلي أم خارجي، يعني مرة أخرى، سواء كان العميل هو الإدارة العليا عندك في المؤسسة أو سواء عميل خارجي جاء لعندك وطلب منك أن تقوم ببناء منتج أو أن تقوم ببناء برنامج معين له، العميل هذا سوف يدفع، صح؟ في استثمار هنا يدفعه العميل، إذن في investment، الاستثمار هذا المشروع، هذا الأمر سوف يكلفه فلوس. طيب، متى سيحصل العميل على العائد على الاستثمار؟ الفلوس اللي حيدفعها العميل متى سوف يرى العائد عليها؟ طرق الإدارة التقليدية غالبا كما تعلمون، متى يظهر المنتج؟ في آخر المشروع، صح ولا لا؟ وبالتالي يحس العميل أو لا يحس العميل بالعائد، أو لا يرى العميل العائد على الاستثمار إلا لما انتهى المشروع. وطبعا ربما يعجبه هذا العائد، ربما لا يعجبه، وبالتالي تبدأ الخلافات والخصامات والنزاعات. أما الأجايل فتقول لا، أو هذا البند يقول لا، يقول لك يجب أن تتحقق أو نبني له القيمة مبكرا، تمام، وبشكل مستمر. فإذا من البداية أعمل أنا على بناء المنتج بالحد الأدنى، بالمواصفات الأساسية، بالمواصفات الرئيسية اللي يعتبرها العميل ذات القيمة الأعلى، وبالتالي أسلم العميل منتج صغير لكنه يعمل بوظائف اللي يعني يعتبرها العميل أساسية. نعم، هذا المنتج هو ما سوف نسميه لاحقاً المينيموم فايبل برودكت، أو المنتج يعني بالحد الأدنى، تمام. وفي كل مرة سوف يرانا العميل أو سوف نجتمع مع العميل، سوف نعمل على بناء ميزات إضافية لهذا المنتج. فكل مرة وفي نهاية كل يعني فترة تكرارية iteration نسميها، تمام، نكون أضفنا للمنتج ميزات جديدة، وبالتالي يأتي العميل ويرى فعلا ما تحقق، ونعرض على العميل ما تحقق. فهكذا يرى العميل أنه في عائد على الاستثمار سريع، وفي عائد على الاستثمار مستمر، تمام. وهذا الشيء يخلي العميل متشجع أكثر ومتحفز أكثر ويدعمنا أكثر، ويرحب بأي اقتراح نتقدم له به ربما، تمام. فيتعاون معنا بشكل كبير جدا. ليش؟ لأنه يرى أنه الفلوس اللي دفعها، إذا في عائد سريع في منتج، صح طلع منتج صغير لكن الفكرة أوكي. طيب، ما الذي يجب أن نضيفه الآن على هذا المنتج؟ ما هي المزايا الجديدة؟ ما هي الوظائف الجديدة؟ نجتمع مرة ثانية بعد شهر، ممتاز، تمام. إذا أو لا، صححوا هذه، لا أريدها، هذه يعني نزيد منها، وهكذا، تمام. هذا شيء مهم جدا، والشيء تركز عليه الإدارة الرشيقة، وهو ما نسميه الـ Value Driven Delivery، التسليم المقاد بالقيمة. عملنا
وتسليماتنا deliverables اللي حنعطيها للعميل يحددها القيمة، نعمل على الأولويات التي يحددها العميل. إذن ما الذي يراه العميل مهم هو ما سوف نبدأ به بنائه في أقرب وقت ممكن. تمام. طيب العبارة الثانية تقول أننا نعمل على تحقيق نتائج موثوقة عن طريق إشراك العملاء في فترات متكررة وإشعارهم ب يعني المسؤولية المشتركة. إذن هذا ما أشرت إليه قبل قليل، أنه بدل ما أغيب عن العميل شهرين وثلاثة ما يشوفني العميل ولا يعرف أنا ما الذي أقوم به، إيش قاعد أسوي في العمل ولا في المنتج، وبعد ثلاثة أشهر نجتمع ويتفاجأ هذا العميل بأنه إحنا اشتغلنا شيء ما هو مهم بالنسبة له، أو ربما يراه أصلاً غير صحيح، أو تكون المفاجأة طبعاً غير سارة على الإطلاق. لا، الأفضل من ذلك أن نتفق مع العميل على أن يشاركنا، أن يكون جزء من فريق العمل، أن ينخرط معنا، وأن يكون العمل على فترات متكررة. كل شهر حنأجي لعندك يا عميل وحنعرض عليك ما الذي بنيناه، ونتفق معك على ما الذي سوف نبنيه الشهر التالي مثلاً. إذا كان التكرار شهر، هذا الإيتريشن أو التكرار إذن هو مبدأ أساسي في كل المنهجيات الرشيقة، أنه بدل ما أتعامل مع المشروع كزمن، كوحدة زمنية كاملة لا تتجزأ، حجزئ المشروع إلى فترات متكررة، قد تكون أسبوعين، قد تكون ثلاثة أسابيع، قد تكون شهر، لكن مو أكثر من شهر، ممنوع أن يكون أكثر من شهر، يجب أن لا أغيب عن العميل أكثر من شهر أمام هذا الحد الأقصى. وبالتالي هذه الفترات التكرارية في بداية كل فترة سوف نتفق مع العميل على ما الذي يجب أن ننجزه في هذا في هذه الفترة أو في هذا الشهر، وفي نهاية الفترة سوف نعرض على العميل بالفعل ما الذي تم إنجازه، ونأخذ رأيه، ونأخذ يعني ربما الفيدباك أو تصحيحاته أو ملاحظاته، ونتفق معه على ما الذي يجب أن نقوم به في الفترة التي تليها، وهكذا. تمام. وهذا المبدأ حقيقة يستند إلى مبدأ مهم جدا أيضا في إدارة المشاريع الرشيقة، يقول كلما طال زمن المشروع كلما زادت مخاطره. تمام. كلما زاد زمن المشروع كلما زادت مخاطره. فلذلك بدل أن أتعامل مع المشروع كوحدة زمنية كبيرة سنة أو سنتين، لا، أقسم المشروع إلى فترات زمنية قصيرة متكررة. هذا يساعدني في تجنب مخاطر المشروع وفي إشراك العميل، وما ذكرنا زيادة تفاعل العميل، وأن نعتبر كلنا أنفسنا فريق واحد يعمل على بناء هذا المنتج. واضح؟ طيب، ثالثاً أننا طبعاً نتوقع الغموض مثل ما ذكرنا في المشروع، وبالتالي نتعامل مع هذا الغموض عن طريق هذه الفترات المتكررة، وبنتيجة طبعاً التقدم في العمل سوف تتضح بعض هذه التفاصيل، فنتكيف مع هذه التغييرات. تمام؟ فهذا أيضاً من المبادئ الأساسية، أننا نتوقع مثل ما ذكرنا غموض، ونتوقع تغييرات، ونستعد للتكيف مع هذه التغييرات. تمام. المبدأ الرابع أننا نطلق العنان للإبداع وللابتكار مثل ما ذكرنا، عن طريق تمكين الفريق، وعن طريق التأكيد على أن مثل ما ذكرنا الفريق هو المصدر الأساسي لبناء المنتج ولبناء القيمة، ونؤمن لهم هذه البيئة الآمنة، بيئة التجربة والخطأ والتعلم. فمثل ما ذكرنا من يبني في النهاية المنتج هم الفريق وليس الأدوات. تمام. المبدأ الخامس أننا نقوم بتحسين الأداء عن طريق خلق بيئة وثقافة من العمل المشترك ومن المسؤولية المشتركة. إذن يجب أن يؤمن كل أعضاء الفريق أن النجاح مشترك وليس ملك شخص معين، وأن الفشل هو أيضا مشترك وليس بسبب شخص معين. هذه الثقافة يجب أن تزرع ويجب أن تنمى، وبالتالي إذا مثل ما ذكرنا هذا ما سوف يحفز الأداء بشكل كبير، لما يكون الفريق مؤمن أنه النجاح مشترك، وأن مسؤوليتنا مشتركة وكاملة عن النجاح، ومسؤوليتنا مشتركة وكاملة عن الفشل.
المبدأ الأخير يقول أننا نزيد من الموفقية ونزيد من الفاعلية عن طريق استخدام عمليات مختلفة أو ممارسات مختلفة يمكن أن تتطور بحسب المواقف. فإذا ممكن كما ذكرنا أني أغير من عملياتي، أني أغير من أدواتي بحسب ما يتطلبه الموقف، ولا مانع في ذلك. تمام؟ فهذا ما يسمى Declaration of Interdependence أو إعلان الارتباط، وهو كما رأيتم يعني شرح مفصل أكثر للأجايل مانيفستو. ويعني هذا يقودنا ربما للحديث عن الـ Inverted Triangle أو المثلث المقلوب. معظمكم ربما أيها الأخوة والأخوات، خاصة طبعا يعني من يعملون في إدارة المشاريع، سمع أو رأى هذا المثلث الذي يعني يسمى كما يقال المثلث الذهبي في إدارة المشاريع، أن كل مشروع طبعا مقيد على الأقل بثلاث أمور: بنطاق عمل، وبتكلفة، وبزمن يستغرق المشروع حتى ننجزه. فطبعا في إدارة المشاريع التقليدية في الاندستريال بيست بروجكتس مثل ما ذكرنا في بداية المحاضرة، ما يكون واضح ومقيد تماما ومحصور هو نطاق العمل. لما يأتي العميل لعندي يشرح لي ويوضح لي ما العمل المطلوب بشكل مفصل، طبعا ممكن أنا أيضا يعني أساعده في ذلك، لكن المهم أننا نتفق على سكوب، على نطاق عمل واضح مفصل، نقول هذا هو الثابت، وبناء على هذا النطاق الثابت نقدر للعميل الوقت والميزانية المطلوبة لإنجاز هذا العمل. تمام؟ هذا هو مثلث إدارة المشاريع المعروف. إذا بناء على نطاق العمل المحدد سوف يتم تحديد الوقت والتكلفة اللازمة لإنجاز العمل. في إدارة المشاريع الرشيقة الآن الموضوع مختلف. نحن اتفقنا من البداية أن نطاق العمل غير ثابت ومتغير وغير واضح. طيب كيف يكون الأمر إذن؟ إذن نعكس ونقلب هذا المثلث، فيصبح الثابت هو التكلفة والزمن، والمتغير هو نطاق العمل. يعني يوم يأتي العميل لعندي أو يوم أو عندما أريد أن أتفق مع العميل، هل أتفق معه على نطاق عمل ثابت؟ لا يمكن، لأنه إحنا متفقين من البداية أن نطاق العمل خاضع للتغييرات وفيه غموض كبير. إذن ما الذي سوف يكون ثابت وكيف سوف أتفق مع العميل؟ سوف نتفق مع العميل على وقت ثابت وتكلفة ثابتة. تمام؟ فإذن أقول له مثلا الفريق، أنا والفريق سوف نكون في خدمتك لمدة 6 أشهر، وهذا سوف يكلفك فلنفرض $1,000,000. تمام؟ وأنت السكوب متغير، أنت حدد لنا، أو يعني سوف يكون العمل بالأولويات التي لديك، فنعمل طول هذه الفترة بالأولويات التي لديك. تمام؟ فإذا انتهت الفترة وانتهت الموازنة بدون أن ننجز كامل العمل، ربما يعني نجدد مرة أخرى حسب ما يراه العميل. تمام؟ فهذا ما يسمى بالإنفرتد ترينجل، إذن المثلث المقلوب. وهذا شيء حقيقة يساعد العميل في يعني في وجهة نظر هنا مهمة جدا يجب أن أقولها لكم. الكثير من المشاريع، أظنكم تتفقون معي أنه الكثير من المشاريع تعاني من تجاوز الميزانية، صح؟ يأتي العميل مثلا نتفق يعطينا نطاق العمل، نقول له العمل هذا حيكلفك $100,000، بعدين نكتشف أنه في أشياء لا مو واضحة لازم نضيفها، نكتشف في تغييرات كذا، فبدل $100,000 يدفع العميل $120,000، $130,000، $150,000، صح ولا لا؟ أظن يعني معظمكم ربما يعني مر بهذا الموقف، أو سواء يعني كنت أنت مدير مشروع أو كنت عميل، ولا يكون هذا الأمر تحت سيطرة العميل حقيقة، لأنه هو مضطر يريد أن ينجز هذا العمل. فإذا قال له المقاول والله في أمور ثانية، في أمور يجب أن نضيفها، في مواصفات يجب أن تتغير، تمام؟ فمضطر العميل أنه يدفع، لا بد أن يدفع العميل. أما بهذه الطريقة لا، إحنا اتفقنا مثل ما ذكرنا، اتفقنا على أنه سوف نتقاضى منك $100,000 ونعمل لديك 6 أشهر، وأنت حدد لنا
العمل، أنت حدد لنا ما الذي تريد أن نقوم به. يمكن بكرة تغير رأيك، يمكن بعد بكرة تغير رأيك مرة ثانية، ما عندنا مشكلة. فبالتالي العميل خلاص ثبت ميزانيته وثبت وقته، تمام، ولن يتجاوزها. ساعدناه على السيطرة على الميزانية والوقت في نفس الوقت. إذن نحن نتبع كل ما يطلبه مننا. واضحة هذه الفكرة؟ أتمنى أن أكون أجبت على سؤالك يا أستاذ محمد بهذه الفكرة. تمام؟ طيب، فإذا هذه هي فكرة التعاقد في الأجايل، لأنه كما تعلمون وكما ذكرنا في نص إعلان الأجايل أو الأجايل مانيفستو، أننا نقدم التفاوض، عفوا، أننا نقدم التعاون مع العميل على التفاوض على العقد. تمام؟ فكيف نستطيع أن نستجيب لمتطلبات العميل إذا كنا حنلتزم بعقد، وهذا العقد يعني يلزمنا بشروط معينة بمواصفات معينة وما إلى ذلك؟ إذن العقد هنا يجب أن يبنى بصيغة مختلفة، وهي صيغة مثل ما ذكرنا time and material. إذن نتفق على إعطاء العميل وقت بتكلفة معينة، ويكون نطاق العمل مفتوح وسكوب واضح، إذن أو عفوا سكوب متغير بحسب ما يراه العميل. طيب، سوف أتجاوز يعني هذه بعض النقاط الآن عشان ما نطيل عليكم كثير، سوف أتجاوزها. هذا ما كنت إذن أقول لكم، أن يجب أن نتمتع بهذه المرونة، والعقد يجب أن يتمتع بهذه المرونة التي يعني تجعل العميل يركز على إنجاز القيمة من وجهة نظره. فالcollaboration over الcontracts، وهنا لدينا حالات. طيب، أنا اتفقت مع العميل على وقت ثابت وعلى تكلفة ثابتة. ماذا لو انتهينا من بناء المنتج قبل انتهاء الوقت بالتكلفة؟ يعني أنا اتفقت مع العميل على 100,000 دولار وستة أشهر. طيب، لما بدأنا عمل انتهينا من بناء المنتج في 5 أشهر، ماذا يحدث عندها؟ عندها إذا انهينا العمل مبكرا يتم احتساب الساعة، طبعا لأنه الأجر مثل ما ذكرنا عادة يكون يعني بالساعة أو بالماندي باليوم، فيحتسب بقيمة أعلى من القيمة المتفق عليها. يعني إذا كنا متفقين مثلا اليوم ب 1,000 دولار، حنسويه ب 1,100 دولار، تمام، عشان نعوض المقاول أو الفريق عن الشهر هذا اللي سوف يذهب من العقد، صح؟ فإذا يكون هناك نسبة زيادة عن النسبة المتفق عليها. طيب، والحالة الثانية، إذا ما أنهينا العمل في خلال 6 أشهر، عندها إذا تقل ساعة العمل عن الساعة اللي اتفق عليها. نعم، هذا طبعا يكون منصوص عليه في العقد، وهذا العقد هو ما يسمى بالgraduated fixed price contract، إذا المتدرج، عقد السعر الثابت المتدرج. فنحن اتفاقنا على 6 أشهر وعلى هذا المبلغ اللي هو مثلا باليوم كذا لمجموع 100,000 دولار، تمام، لكن إذا تم إنجاز العمل مبكرا يجب أن ينص العقد، يعني في هذه الحالة على ذلك ينص العقد أنه إذا تم إنجاز العمل مثلا قبل 5 أشهر وأقل، فعندها يحتسب اليوم بتضرب مثلا ب 110% 1.1، وإذا أكثر من 6 أشهر فمثلا يتم تقليل الأجار أو تقليل الأجر اليومي فيضرب مثلا ب 0.9، تمام. بارك الله فيكم جميعا، يعني ضمن الوقت، يعني أنا أحاول أيضا أن أكون رشيق معكم وأني أركز على الفاليو وأعطيكم أهم المعلومات ذات يعني أعلى قيمة عشان تطلعوا بالمحاضرة بأكبر قيمة ممكنة إن شاء الله. شكرا لكم جميعا. طبعا هذه حالة، وهناك حالة أخرى، يعني إذا ما أردت أني أتفق معه على تكلفة ثابتة وعلى سعر ثابت، فبإمكاني أني أتفق معه على مراحل أو work packages، حزم عمل، يعني أجزاء من المشروع. لا أتفق معه على المشروع كاملا كتلة واحدة، لا، حنتفق مثلا مبدئيا فقط على التصميم، فأقول له كسعر ثابت هذا التصميم. طبعا بما أنه التصميم الآن لدينا معطياته أوضح شيء،
فضمن المعطيات اللي يعني واضحة لدينا سوف يكلفك كذا ونقوم بإنجاز التصميم له. ثم مثلا المرحلة الثانية، يعني مرحلة مثلا فلنفرض التطوير، فإذا الآن التصميم صار عندي موجود وبإمكاني إذا أن أضع تقدير جيد أو تقدير دقيق للتطوير وهكذا. إذا يتم الاتفاق هنا على كل جزئية، نقسم المشروع إلى أجزاء أو إلى حزم عمل وباكيجز، ويتم الاتفاق على كل وحدة بوحدها مثل ما ذكرنا، يعني منع قدر الإمكان يعني وجود غموض في الاتفاق. فهذه أيضا طريقة أخرى للتعاقد أو الاتفاق في المشاريع الرشيقة. عدا عن ذلك المجال مفتوح كما يقال، والعقد شريعة المتعاقدين، ويمكنك أن يعني تتفق مع العميل أو تتفق مع المقاول بأي شكل يعني ترونه مناسبا. يعني هذا ما حاولنا أن نشرحه أخي محمد، أنك مثل ما ذكرنا عندما تتفق مع العميل على سعر ثابت ومدة زمنية ثابتة، فأنت ساعدت العميل على الحفاظ على يعني المحافظة على الميزانية والسعر الثابت عدم تجاوزها، وثانيا أنت وضعت نفسك تحت تصرف العميل بحيث تنجز الأعمال التي يطلبها هو، حتى لو غير رأيه في اليوم 10 مرات أنا ما عندي مشكلة، اتفاقنا معه على سعر ثابت ووقت ثابت. فهكذا حققنا الأمرين، حققنا التعاون مع العميل وفي نفس الوقت التعاقد معه بشكل مناسب. واضح؟ خلي سؤالك للآخر أستاذ رائد. أوكي، يعني خلينا في سؤالك للآخر شيء، وإن كنت يعني أجبت عليه بشكل سريع قبل ذلك. طيب، تفرع عن أيضا الـ Declaration of Interdependence، هذا اللي تكلمنا عليه، تفرع عنه أيضا 12 مبدأ وتعتبر مبادئ الأجايل يعني الأساسية 12، وتفصل أكثر أيضا في يعني أساسيات الإدارة الرشيقة. المبدأ الأول يقول أن الأولوية العليا مثل ما ذكرت هي لإرضاء العميل، وذلك يتم عن طريق تسليمات سريعة مبكرة مستمرة للقيمة أو لمنتج ذو قيمة. يعني هذا أظن ذكرناه وشرحناه بشكل كافي. كيف يرضى العميل؟ كيف يكون العميل satisfied مبسوط؟ عندما يرى عائد سريع على الاستثمار، عندما يرى أننا نبني منتج وهذا المنتج يعمل، وهذا المنتج ثم بدأ يكبر وبدأ تزيد مواصفاته، تمام؟ فإذن هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني يقول أننا نرحب بتغيير المتطلبات والمواصفات حتى لو في نهاية المشروع. أنتم عارفين طبعا كانت هذه مشكلة كبيرة في الطرق التقليدية، إذا كنا في نهاية المشروع جاء العميل وغير رأيه في التصميم، تكلفة التغيير هنا كبيرة عالية جدا عندما تكون في نهاية المشروع. بينما في الإدارة الرشيقة نحن دائما نرحب بأي تغيير يقترحه العميل ويراه العميل ذو قيمة. لدينا هذه المرونة كما ذكرنا، ولدينا هذه القيمة في مساعدة العميل على بناء القيمة وبناء الميزة التنافسية. العميل طبعا غالبا يريد هذا المنتج كي ينافس به، يعني كي يأخذه إلى السوق وينافس به، تمام، أو تتحقق له ميزة تنافسية معينة. فنحن هنا مهمتنا أن نساعد العميل في تحقيق الميزة التنافسية عن طريق الاستجابة لأي تغيير يطلبه العميل. المبدأ الثالث يقول أننا مثل ما ذكرنا نعمل على بناء المنتج بشكل متدرج وبفترات زمنية متكررة تتراوح بين أسبوعين إلى مثل ما ذكرنا يجب أن لا تزيد عن شهر حقيقة، ونفضل دائما الشورت تايم سكيلز، يعني مثل ما ذكرنا أسبوعين للشهر، بعضهم ممكن يأخذها لشهرين لكن لا نفضل ذلك، نحن نفضل دائما الأمور القصيرة. ليش؟ لأنه مثل ما ذكرنا كل ما زاد الزمن كل ما زادت المخاطر. المبدأ الرابع مبدأ مهم جدا يقول يجب أن يعمل المطورون و
البزنس بيبل يعني الإداريون أو من سوف يستخدم المنتج المستخدمون يجب أن يعملوا مع بعض كفريق على طول فترة المشروع. مثل ما ذكرنا هذا المنتج مثلا سوف يستخدمه أشخاص أو سوف يعني يوضع في خدمة إدارة معينة، هذه الإدارة أو هؤلاء الأشخاص يجب أن يشاركوا في بناء المنتج ويجب أن يعطوا رأيهم في كل مرة في الأشياء اللي بنيناها في المنتج، وإلا مثل ما ذكرنا ربما نجد أننا بنينا منتج مختلف تماما عن توقعاتهم وعن متطلباتهم. المبدأ الرابع. المبدأ الخامس أن المشروع يبنى ويبنيه أفراد محفزون، motivated individuals، تمام؟ فبدون وجود أفراد لديهم تحفيز كافي لن نستطيع بناء المنتج ولن ينجح المشروع، بالتالي مطلوب منك يا قائد المشروع أن تقدم لهم هذه البيئة وهذا الدعم وأن تثق بهم للقيام بالأعمال المطلوبة. المبدأ السادس يقول أن الطريقة الأفضل، الطريقة الأكثر كفاءة، الطريقة الأكثر فعالية في نقل المعلومات بين أعضاء فريق المشروع هي بكل بساطة الفيس تو فيس انتراكشن، يعني التواصل والتفاعل وجها لوجه. هذا من المبادئ الأساسية في الإدارة الرشيقة. الإدارة الرشيقة تبتعد عن الأدوات التقنية وخاصة الأدوات التقنية المعقدة. الإدارة الرشيقة تقول لك أفضل طريقة أنك تتواصل مع شخص هي أن تكلمه وجها لوجه، ما يترسل له إيميل وهو جالس جنبك. أظن كلكم الآن يعاني ربما من هذه المشكلة، يكون زميلك جالس جنبك في المكتب يعني لا يبعد عنك ربما مترين ويعني ترسل له إيميل عشان تناقشه في موضوع معين، تمام؟ طبعا البعض يقول عشان التوثيق وعشان أحمي نفسي أنه أنا أرسلت له إيميل، ما حماية نفسك هذا دليل على أنه في أزمة ثقة يعني. وقلنا في الأجايل نحن نسعى لبناء فريق بشفافية عالية يثق ببعض البعض بمسؤولية مشتركة عالية، تمام؟ وهذا لا يتم إلا بأعلى درجات التواصل، وأفضل درجات التواصل وأعلاها هي وجها تو وجه، يعني وجها تو وجه، دمجنا العربي بالإنجليزي، وجها لوجه. أين طيب المبدأ السابع عفوا، كيف يقاس النجاح في إدارة المشاريع الرشيقة؟ يقاس أو المعيار الأساسي لنجاح المشروع في الإدارة الرشيقة هو المنتج الذي يعمل. مهما وريتني وثائق، مهما وريتني تقارير، مهما أريتني من رسوم بيانية جميلة وملفات إكسل، وإذا في الآخر المنتج الذي أعطيتني إياه لا يؤدي الوظائف المطلوبة ولا يؤدي الغرض المطلوب، لا أستطيع أن أقول أن مشروعك نجح، صحيح ولا لا؟ فإذن المعيار الأساسي للنجاح في المشروع وفي التقدم في المشروع هو المنتج الذي يعمل، تمام؟ سواء طبعا كان software أو غير software. المبدأ الثامن يقول أو يشير إلى أن الإدارة الرشيقة تحث على sustainable development، يعني التطوير المستدام، تمام؟ بحيث أنه في خطوات ثابتة مستمرة في تطوير المنتج يشارك فيها الفريق كاملا بما فيهم حتى سبونسر راعي المشروع المطورين. فبالتالي إذن في دائما مثل ما ذكرنا يعني استمرارية في التسليم وفي تسليم القيمة بشكل مستمر. المبدأ التاسع يقول أن الانتباه المستمر إلى التميز التقني وإلى التصميم الجيد يحسن من الرشاقة، تمام؟ مهمتك أيضا أيها الفريق الرشيق أن تتميز فنيا وتقنيا وأن تعمل على إنشاء أفضل تصميم ديزاين UX User Experience، تمام؟ لأنه هذا ما يعني يزيد من رشاقتك ويزيد من نجاح مشروعك، أن يكون التصميم جيد، أن يكون لديك هذا التميز الفني التقني، اللمسات الفنية في التفاصيل التي تجعل المنتج مميز. المبدأ
العاشر يقول: ومبدأ مهم جدا، أنا أحب هذا المبدأ شخصيا كثيرا جدا، ويعني أعتمده في حياتي حتى. مبدأ البساطة، البساطة مهمة جدا، أحد مبادئ الإدارة الرشيقة. يقول هذا المبدأ أن البساطة إذن، أو يجب دائما أن نقوم بالعمل بأبسط طريقة ممكنة. التعريف هنا يقول أن البساطة هي تعظيم الأعمال التي لا يجب أن نقوم بها. Work not done. عظم العمل الذي لن نقوم به. بمعنى آخر، اختصر قدر الإمكان، أنجز العمل بأقل خطوات، تمام؟ وهذا لا يتعارض مع المبدأ السابق اللي ذكرنا فيه أنه التصميم، وذكرنا فيه التميز التقني. بالعكس، الشخص المتميز التقني والتصميم الفنان يكون أو يتميز ببساطته. البساطة ليست سهلة على الإطلاق، بالعكس البساطة من أصعب الأمور، أظن أنكم تتفقون معي. أن تقوم بالعمل بأبسط طريقة ممكنة هو من أصعب الأمور. السهل أنك تقوم بالعمل بطريقة طويلة جدا، صح ولا لا؟ فالبساطة، يعني البساطة أحد أهم القيم في الأجايل. المبدأ الحادي عشر يقول أن أفضل البنى، يعني المعمارية والمتطلبات والتصاميم، يأتي من الفرق التي تتمتع بتنظيم نفسها بنفسها. إذن عطي الفريق حرية تنظيم نفسه بنفسه، عطي الفريق حرية التفكير، عطي الفريق حرية الإبداع، عطي الفريق الحرية الآمنة للتجربة والخطأ، وسوف يعطيك أفضل التصاميم، سوف يعطيك أفضل المتطلبات، أفضل البنى الهيكلية، تمام؟ لما تمكن الفريق وتعطيه هذه المساحة وتخليه ينظم نفسه بنفسه. هذا أيضا أحد المبادئ الأساسية في الأجايل، هو جعل الفريق ينظم نفسه بنفسه، تمكين الفريق لتنظيم نفسه بنفسه وتوجيه نفسه بنفسه أيضا. المبدأ الثاني عشر يقول أنه في فترات متواصلة ومنتظمة يقوم الفريق بتقييم نفسه ذاتيا، ويتكيف مع أو يضبط أداءه مع ما يراه مناسباً كي يحسن من الأداء. فإذا في مراجعة ذاتية دورية للفريق يجب أن يقوم بها بشكل منتظم، يراجع الفريق أداءه ويرى كيف يستطيع أن يحسن من أداءه، وكيف يستطيع أن يقلل مثلاً من الهدر أو يقلل من الأخطاء التي يقع بها، تمام؟ وهذا هو المبدأ الثاني عشر من مبادئ الأجايل. وبالتالي إذن نلخص هذه المبادئ كلها، ونلخص هذه العقلية اللي نسميها الأجايل مايند سيت، هي عقلية كما ذكرنا ترتكز على مبادئ أساسية وأركان أساسية. أستطيع أن ألخصها بالشكل التالي: أن الإدارة الرشيقة كما ذكرنا ترحب وتتوقع التغيير. إذن تتوقع التغيير وترحب به، مو بس تتوقعه، لا، وترحب به. ثانياً، أنها تعتمد على إضافات ذات قيمة مستمرة. ثالثاً، أنها تستخدم حلقات التغذية الراجعة لتحسين الأداء. رابعاً، أنها تتعلم عن طريق الاكتشاف المستمر والإبداع والابتكار. خامساً، أنها تركز على تسليم القيمة للمعنيين، الستيك هولدرز. سادساً، أنها تؤمن أنه لا بأس من الفشل، والفشل السريع والفشل المبكر، لأن الفشل المبكر فشل آمن. عندما تفشل مبكراً هذا فشل آمن، لا يكلفنا الكثير. عندما تجرب شيء وتخطئ به ويتبين نتيجته خاطئة، تكلفة هذه التجربة والخطأ بسيطة، وتكلفة النجاح تكون ممتازة إذا نجحت التجربة. حتى المشروع عندما يفشل فشل مبكر يكون فشل آمن، تمام؟ إذا من البداية وجدنا أنه في مصاعب مثلا تقنية تجعلنا لن نستطيع أن نقوم بهذا العمل، يكون هذا الفشل آمن، ما كلفنا شيء، العميل ما تكلف شيء. لكن تخيل أن نصل إلى نهاية المشروع ثم نكتشف أنه لا يمكن أن يتم بناء هذا المنتج، تكون التكلفة مرتفعة جدا، تمام؟
المبدأ الذي يليه هو تسليم القيمة كما قلنا بشكل مستمر وليس بشكل منقطع على طول فترة حياة المشروع، وأخيرا التحسين المستمر، التحسين المستمر في العمل وفي المنتج وفي الفريق. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة، أرجو أن يعني تكونوا استمتعتم بها، وأتلقى الآن استفساراتكم. حياكم الله جميعا. وإياكم يا رب. وهذا ما يميز الإدارة الرشيقة يا أستاذ رومان. شكرا لكم جميعا. جزاكم الله خيرا باشمهندس. أتمنى لو حد عنده أي سؤال يعمل raise hand أو يكتب في الشات. تمام. وإياكم يا نعم، هذا يعني هذا سؤال جيد من أستاذ إسماعيل. حقيقة موضوع تطبيق الأجايل في الكونستراكشن، في الأجايل أو أحد منهجيات الأجايل التي تنتمي للأجايل، أعتبرها تنتمي للأجايل، منهجية اللين. وهناك ما يسمى باللين كونستراكشن، البناء الرشيق المختزل، الذي يعني يركز بشكل أساسي على التخلص من الهدر أو التخلص من الفاقد. تمام. فنعم هناك ما يناسب الكونستراكشن، مع العلم طبعا أنه كما اتفقنا الكونستراكشن هي اندستريال بيست، مشاريع سكوب فيها واضح، التفاصيل فيها واضحة، لكن بإمكاني أن أستخدم مبادئ اللين في الأجاي للتقليل من الهدر إلى أكبر قدر ممكن. ويعني هذه إجابة على سؤالك أخي رائد، كما ذكرت لك أنه بعض الأدوات في الأجايل مثل الكامبان بورد مثل اللين يمكن أن تستخدم حتى في مشاريع سكوبها واضح لأنها ذات فاعلية عالية، وكذلك بعض المبادئ، تركيز على القيمة، تركيز على التسليم المستمر للقيمة، تركيز على إشراك العميل بشكل مستمر. تمام. فكل هذه الأمور إن شاء الله مهمة وبإمكانك أن تستخدمها سواء كان المشروع knowledge based أو مشروع industrial based. أيضا في أي سؤال آخر؟ المحاضرة مسجلة طبعا، ويعني سوف تكون موجودة على صفحة ميم أريبيا، وإن شاء الله أيضا يعني أضعها على تويتر. أظن أن هناك من كان يسأل عن الامتحان. طبعا متطلبات الامتحان حضور دورة لا تقل عن 21 ساعة، وأن تكون لديك خبرة حوالي سنة في إدارة المشاريع بشكل عام، وثمانية أشهر كشخص يعني اشترك أو مارس إدارة رشيقة. هذه متطلبات الامتحان، وبإمكانكم الاطلاع على التفاصيل على صفحة الـ PMI. بالتأكيد أخي أحمد ممكن تطبيق مبادئ الأجايل في التصميم المعماري بالتأكيد. أستاذ إبراهيم، سؤالك حقيقة يعني يحتاج إلى محاضرة بحد ذاته، ويعني تندرج تحت بند إدارة المخاطر، ويعني التصنيف ما بين المخاطر والخلاف الحاصل الآن، ربما خلاف كبير جدا بين يعني بين اعتبار الكورونا مثلا خطر غير متوقع أو خطر متوقع أو فورس ماجور عوامل قاهرة كما يقال، أو لا خطر عادي يمكن التعامل معه. فلعلنا إن شاء الله نخصص لاحقا يعني محاضرة في إدارة المخاطر. هل يجب اعتماد منهجية أو ثنتين؟ اعتمد ما تريد، ادمج بين أي منهجيات تريدها، أو اخترع منهجية جديدة من عندك لا تخالف بها كما ذكرنا هذه القيم وهذه الأركان، و يعني مقبول منك ما تقوم به. نحن نقوم عادة يعني ب يعني كل فترة لدينا هذا الكورس، الكورس السابق يعني انتهى قبل قليل، قبل حوالي أسبوع. فيعني من يريد دورة كاملة في الأجايل بإمكانه متابعتي، إن شاء الله نعلن عن يعني عن دورة في المستقبل القريب إن شاء الله. المنهج أو الكتب، ما في منهج واحد حقيقة، هو في مجموعة كتب تنصح بها الـ PMI، أيضا بإمكانك الاطلاع عليها على صفحة الـ PMI، صفحة المخصصة لشهادة PMI ACP.
طبعا في كتب يعني مختلفة مثل ريتا وغيرها أيضا ممكن أن تستعين بها، لكن بالنسبة للمصادر يعني المصادر متنوعة وموجودة في صفحة البي ام اي. وإياكم جميعا، بارك الله فيكم جميعا يا رب. أي سؤال آخر؟ أظن إن شاء الله أني أجبت على كل الأسئلة. معظم نعم الشركات التقنية الآن تستخدم الأجايل أو تستخدم منهجيات الأجايل، بعضها لا زال يستخدم المنهجيات التقليدية ويعاني كثيرا في ذلك، لكن معظم الشركات التقنية طبعا العالمية كلها بدون استثناء، يعني إذا كنت تتكلم على فيسبوك وغيره واتساب ولينكدإن وغيرها فكلها موجودة وكلها تستخدم عفوا المنهجيات الرشيقة. وإياكم يا رب، بارك الله فيكم جميعا. أي سؤال آخر؟ نلتزم معه على 6 أشهر، وهو الذي يحدد لنا كيف نبني المنتج بالميزات التي يريدها القارئة. استشارات إيش بالضبط؟ الاستشارات هذا بند كبير جدا، يعني نفس الكلام، إذا كانت استشارات من نوع knowledge based فيفضل أن تستخدم فيها المنهجيات الرشيقة، إذا كانت استشارات من نوع industrial أو النوع اللي يكون فيها سكوب واضح فبإمكانك أن تستخدم المنهجيات التقليدية. أيضا أي سؤال آخر؟ على الأطلاق أستاذ أيمن، نحن ذكرنا أنه لما يكون الفريق كبير جدا فأعمد إلى تقسيمه إلى فرق صغيرة، ويكون طبعا فيه رابط بينها، تمام. طبعا هناك تحديات بالتأكيد، خاصة الآن يعني مع الفرق الافتراضية الفيرتشوال تيمز، وهذه لها يعني كلام مطول شوي كيف نتعامل مع الفيرتشوال تيمز بالإدارة الرشيقة، لأنه ذكرنا أنه الإدارة الرشيقة عموما يعني تحث على الفيس تو فيس كوميونيكيشن أو انتراكشن. هناك توافق كبير جدا الآن، ذكرت أظن في بداية المحاضرة، نصف أسئلة امتحان بي ام بي الجديد هي أجايل، نصف الأسئلة تماما على الأقل، يعني 90 سؤال على الأقل هي أسئلة أجايل، يعني أسئلة أيضا تندرج تحت الـ ACP. طبعا الـ ACP متعمقة أكثر في مجال الأجايل. أيضا أي سؤال آخر؟ جزاكم الله كل خير يا باشمهندس، ألف شكر على وإياكم الرائعة، الله يكرمك أستاذ، بارك الله فيكم جميعا، يشرفني ويسعدني وشكرا لكم جميعا، الله يكرمك أستاذ. أتمنى الناس بس ما تنساش رابط الحضور، وأنا حطيت الرابط بتاع موقع دورة البي ام بي ودورة الموقع بتاع حضرتك اللي هو خاص بإدارة المشاريع، الله يخلصنا، هو موقع والمحاضرات رائعة، وفي كتاب مجاني حضرتك حاطه مفيد جدا، فأتمنى الناس تنزله وتبدأ تستفاد منه إن شاء الله، وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا للجميع، يعطيكم العافية.